السلام عليكم متابعي قناة إبداع الخياطة. اليوم جيتكم واحد الدرس جديد، وغادي نوريكم الطريقة ديال الاستخدام ديال هذا الشريط اللاصق. هذا الشريط اللاصق عندي فيه جوج ديال الأنواع. كاين النوع اللي عندي فيه في العرض هنايا 2 سنتيم، وكاين النوع اللي عندي فيه سنتيم ونص، يعني 1.5 سنتيم ونص. وهذا النوع النوع الممتاز، هذا الشريط اللاصق النوع الممتاز اللي فيه عندي فيه الساق اللي فيه موجودة هنايا، وهذا الورق هنا اللي غادي نوريكم فاش كنستعملوه. كنستعملوه بالنسبة لي بونطالون، في الطولة ديال لي بونطالون، بغي نقص لي بونطالون بالطولة أو ملي فيهم لي مونطو كنديرهم في العطفة ديال لي مونطو. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالو، كيفاش غادي نستعملو. غادي نحط الطريقه هكا على ظهر التو، نقوم هكا نوضع الكي بهذه الطريقه كما كتلاحظوا عندكم، ها الطريقه نتمو كي الورق بطريقة جيدة كما تشاهدون. الآن قمت بكي الورق اللاصق، الآن أقوم بسحب الورق. عندما أقوم بسحب الورق بهذه الطريقة كما تلاحظون، أيا هنا انساف بالنسبة للورق اللاصق. دابا غادي نطوي هذا بهذه الطريقة، هذه هكا كما تلاحظوا أمامكم. نقوم بكي هكذا كما تلاحظوا أمامكم، هاي الطريقة، هاي اليوم هاي تم كي توب بالورق اللاصق. نتمنى ان الدرس فاتكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. لا تنسوا وضع اللايك.